الجو جميل جدا، اعذرونا انا وشاذلي ان احنا يعني لابسين النظارات، ما بنحبش نعمل الموضوع ده، بس يعني الاضاءه والشمس عشان احنا موجودين في المدينه المشرقه المشتى والمصيف شرم الشيخ، وموجودين هنا بكل تاكيد عشان الحدث الاهم والابرز هذا العام في بدايته، مؤتمر او World Youth Forum، مؤتمر الشباب او منتدى شباب العالم في دورته الرابعه اللي بتقام بعد عوده وبعد توقف عشان نثبت لأنفسنا قبل ما نثبت لأي جهة في العالم أو أي دولة في العالم أو لأي مكان في العالم أن احنا قادرين على الاستمرار دايما. مصر عندها القدرة أنها تنظم المؤتمرات، عندها القدرة أنها تعمل نقدر نقول شاذلي فقاعة أو بابل زي ما بيتقال عشان تحافظ على الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا. عندنا 2000 مدعو من شباب العالم من مختلف دول العالم، نتكلم في عدد كبير جدا من الدول. على مدار الحلقة هتعرفوا تفاصيل كتير عن الدورة الرابعة، في تفاصيل كتير يا شاذلي، ورش عمل، جلسات، في استعدادات، في تحاليل بتتعمل، PCR، في طيارات رايحة وطيارات راجعة، في شغل كتير بيحصل. يعني هتعرفوا معنا 3 ساعات النهاردة، هنتكلم كتير عن الموضوع إن شاء الله. يكون عندنا تفاصيل كتير بالفعل يا حسام. في البداية طبعا احنا بنرحب بضيوفنا اللي مشرفينا في مصر، بضيوف 196 دولة موجودين على أرض مصر لحضور النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم. العدد اكيد حضراتكم متابعين اللي قام بالتسجيل على الموقع تجاوز 500,000 شاب عايزين يحضروا طبعا، واحنا كان نفسنا ان كلهم يكونوا موجودين، لكن بسبب الاجراءات طبعا اللي فرضتها علينا جائحه كورونا فان العدد هيكون محدود زي ما قال حسام، 2000 شاب هيشاركوا في هذه النسخه، لكن بامكان اي حد سجل على الموقع ان هو يشارك من خلال التطبيق، انه يتفاعل مع المتحدثين، انه يطرح اسئله، انه يعرف الجلسات ويعرف محتوى الجلسات ورش العمل، كل ده يقدر يعرفه من خلال الابلكيشن. السلام والابداع والتنميه حسام، دي المحاور الاساسيه اللي بيتكلم عنها منتدى الشباب بشكل عام، واللي بيوصل رسالة زي ما كان حسام بيقول، رسالة للعالم كله بأن مصر قادرة على تنظيم منتدى بهذا الحجم وبهذا الشكل. العالم كله بيشوف التحضر لأن ده سمة من سمات تقدم المجتمعات. أكيد أنت لما بتنظم مؤتمر بتقول أنا عندي طيران، عندي سياحة وعندي أوتيلات، عندي قدرة من الوزارات المعنية بالأمور الصحية إنها تكشف على القادمين، ولو حصل لا قدر الله أي شكل من أشكال وصول أحد المصابين بيتم عزله وبيتم الاهتمام به، عندك القدرة على تنظيم مرور، عندك القدرة على حشد كوادر تكون موجودة وتنظم المؤتمر. ففي تفاصيل كتير، المؤتمر مش بس إن في شوية ناس قاعدين في قاعة احتفالات أو في شوية ناس قاعدين على مسرح بيتكلموا وبيشرحوا، في تفاصيل كتير، في مجهود كتير، في وزارات وفي هيئات وفي قنوات، وفي مصر كلها موجودة على مصغر هنا في شرم الشيخ. بس يعني أنا من أكتر الحاجات اللي أنا سعيد بيها شاذلي في فكرة الدورة الرابعة إن المرة دي فيه اهتمام شوية بالفن والإبداع وتمكين المرأة، ودي حاجة مهمة جدا جدا لو ومسرح الشباب. لو احنا بنتكلم طول الوقت عن بناء الإنسان المصري وبناء الشخصية المصرية الحقيقية والأعمدة الأساسية للشخصية المصرية، فمن أي تقدم لأي حضارة أو أي شعب في العالم هتلاقي الراسخ الأساسي فيها هو الفن، لأن هو اللي بيعبر عن ثقافة الشعب. كل ما ارتفع التعليم وارتفع فكر الشعب كل ما الفن بيسمو وبيكون حاجة كده مشرقة. مثلا أم كلثوم، محمد عبد الوهاب، عبد الحليم حافظ، كل الناس اللي احنا بنفتكرها وبنقول أيام الزمن الجميل. يبقى الفن والإبداع هو مرآة حقيقية لتقدم المجتمع، وده هنشوفه أظن هذه الدورة. محور مهم جدا من ضمن المحاور اللي هيتم مناقشتها في هذه الدورة، بالإضافة إلى أن في بعض الأمور فرضتها جائحة كورونا طبعا، فرضت نفسها أيضا على أجندة عمل المنتدى. زي ما كنا بنتكلم، احنا بنتكلم في مجموعة من الشباب والقادة وصناع الرأي والمؤثرين في العالم كله بيكونوا حاضرين مع بعض في نفس الورشة في نفس الجلسة، فالاستفادة بتكون للطرفين، للشباب المصري وللشباب كمان اللي جاي عشان يشارك في هذه النسخة. خليط من الشباب والقادة اجتمع هنا بيوصل رسالة للعالم كله بأن مصر بلد أمن وأمان، بأن مصر بلد سلام، رسالة حب بتوصل للعالم كله. بسم الله هنبدأ مع حضراتكم تغطية ورحلة صباح الخير يا مصر، والقناة الأولى لتغطية منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة.